طيب ليش ما استعانيت مثلا بنور صبري؟ كان ممكن هو تستفاد منها في هذه البطوله وتخلص انت من اللوم وعتب الجمهور. بصراحه انا اشتغل بعداله تامه، اذا تريد تتكلم على مساله نور صبري، نور صبري شهادتي دي مجروحه، يعني هو تاريخ واسم كبير وقدر بانه يكون ضمن عمالقه حراس المرمى. بس احنا بالاخير احنا تكلمنا خلف الكواليس، نعم، بانه الدوري هو المحك الحقيقي للمنتخبات الوطنيه. صحيح. صح ولا لا؟ اكيد. انا يعني في وقتها كان مع الجويه، تكلمت مع الكابتن هاشم خميس مدرب حراس مرمى نادي القوه الجويه، قال لي كابتن عماد نور صبري من 8 مباريات لاعب بس مباراتين ورايح ضمن التحليل مع بطوله الخليج وتعاقب من قبل النادي. طيب اذا هو مو زين في بدايته مع نادي القوة الجوية يعني ما اقدر اسحبه. بالاخير خلصت بطولة امم اسيا، بس هو كان هذا وضعه مع نادي القوة الجوية. بالضبط. بس تغير وضعه مع نادي نفط الوسط. من تغير وضعه مع نادي نفط الوسط يجب رتبه انه يجيبه ضمن المنتخب الوطني. بس بالاخير انا ما اريد اخسر جلال. جلال عدلت وضعه في مباراتي الكونغو. طيب يعني هسه تعال ما حد تطرق له بانه جلال تحسن في مباراة الكونغو. كابتن القسم منهم يقول لك مو هذول مو فريق الاول. طيب انت شلون تلعب بطوله اللي هي الفيفا داي اللي تحسن التصنيف العالمي بفريق ما جايب محترفين؟ يعني يمي جونزالو قال لي هذول هذا المدافع كان بنادي ليفربول وياي يعني مدرب اللياقه اللي معانا. نعم. فتكلم لي على كم واحد قال لي هذول موجودين بورو. خلينا يم الكابتن نور صبري. نعم. نور صبري قال بعد ما تم